انا مش عارف، انا عاوز الكلام اللي هقوله ده مش يوصل لحضرتك، يوصل للمواطن، المواطن في الشارع. لانه لما المواطن بيسمع ان صناعه الضوء في خطر بيتخضع لاولاده ويتخضع لنفسه ويتخضع. لا، صناعه الدواء قائمه قويه، فيها ككل الصناعات مشاكل، مشكلات، اهمها المشكلات الاقتصاديه، حتى المشكلات التكنيكيه ما هياش العقبه الرئيسيه في انتاج الدواء في مصر. انما المشكله الكبرى هي المشكله الاقتصاديه. ليه؟ انا عندي حوالي 70% من المواطنين، اقل قليلا من 70%، بيدفع ثمن الدواء من جيبه، وبيدفع ثمن فيزيتة الطبيب من جيبه. 70% في مجتمع في 40% يقترب من خط الفقر. هذا الموضوع لابد ان يعالج. المعالجة صعبة جدا. اولا لازم اراعي اقتصاديات صناعة الدواء. مدخلات الصناعية بتزيد جدا، مرتبات بتزيد جدا، سعر الغاز بيزيد جدا، سعر الوقود الاخر بيزيد، الكهرباء والمية، يعني المدخل الصناعي حتى من غير الخامات بتزيد جدا. لما نيجي للخامات نلاقي ان كل ما ارتفع سعر الدولار كل ما اصبح في مشكلة في سعر الخامة. اذا في مشكلات تتحل، لابد تتحل في الصناعة عشان ما نعرضهاش للخطر اللي احنا كنا بنتكلم فيه. انا مش قادر اعمل كده، والدولة مش قادرة تعمل كده، لان المواطن بيدفع من جيبه، والمواطن دخل جيبه ما قلت فيه الفلوس ما زادتش. فلابد من السعي الجاد ووضع الأولوية رقم واحد أن أنشئ مشروع التأمين الصحي في مصر، تأمين صحي شامل يشمل كل الناس، يخلي أنت وجوزك وابنك وبنتك ووالدتك تروح إلى مكان تحترم فيه، يكتب لها أحدث أنواع الأدوية فيه. ومصر إن من كانتش قادرة عليها أن تسعى وتبدأ في هذا الموضوع. لا، في الحالة دي أنا هقدر أصلح اقتصاد الدواء، يبقى هعمل حاجة الصح، هصلح اقتصاد الدواء، لأنه 70% من المواطنين يبقى مش بيدفعوا من جيبهم، يبقى الدولة بتتحمل جزء كبير، جزء كبير منهم. الحاجة الثانية أن أنا أقدر أصلح اقتصاد الدواء بأن أنا أرفع سعره بالشكل. ممكن الحكومة تتدخل وتخفض سعر الغاز، وتخفض سعر المية، وتخفض سعر الكهرباء، بحيث أنه الراجل المصنع يلاقي أنه التكلفة المضافة. فندم عن المرتجعات، واتكلموا انه في ادويه اكسبايرد والكلام ده كله، قالوا ان في خامات. انا في تصوري انه ما قصه المرتجعات هي قصه موسميه، بتاخد حد الشد، لان المصنع اللي بيعاني من بعض المشكلات مش عاوز كمان ياخد ادويه مرتجعه، لكن صاحب الدواء اللي هو المصنع هو صاحب الدواء، لازم ياخده اذا تاريخه فات. واحنا مش بنخترع، لا يصح ان يوجد دواء واحد في الصيدليه تملكه شركه من الشركات تاريخه فات، الا لابد ان الشركه تاخده من الصيدليه، لابد انها تاخده من الصيدليه. والا وانا مش في مجتمع ملائكه، زي ما سمعته في المؤتمر الصحفي، قد يدخل شيطان ويسعى الى تدوير الادويه التالفه، ابقى انا عندي كارثه. ولذلك الحكومه وزير الصحه على سبيل التخصيص ما يصحش يبص في موضوع المرتجعات على انها قضيه تجاريه بين الصيدلي وبين المصنع، لابد ان يتدخل عشان يضمن انه الصيدلي بيدخل مكان متاكدين فيه ان الدواء يخضع لقواعد الصلاحيه ومنها التاريخ.